كما تبعتوا معنا وكما تبعنا الجميع، انا اليوم توفت الزوجه ديالي مع السيد صباحا. طلقت المكالمه، انا صراحه ما عرفتش معاش توفت بالضبط، ولكن توفت. جاتني مكالمه من الشيخ خليفه مع السادسة صباحا، كيخبرني ان الزوجه ديالي توفاها الله، الله يرحمها مسكينه. المرض ديالها هي السيده توفت كما قلت لكم انفوز خنازير، وحتى البيبي حتى هو راه بين السماء والارض، حتى هو حاليا بين السماء والارض. سولت عليه قبيله قال لك سيدي كيلقف صافي اللحظات الاخيره ديالو، حتى هو ممكن تلقى مكالمه في العشيه او في الصباح، من غير خوف من الضجه الاعلاميه. هما راه بيان سوغ راه ما غاديش يبينوا هذا الشيء كامل، قدو يخليه واحد شويه مازال عندهم تماك. كنحمل المسؤوليه ديال وفاه ديال امراه مغربيه مسلمه، كيف ما هي مرتي ممكن تكون بنت اي واحد، ممكن تكون اخت اي واحد، ممكن تكون ام اي واحد، ممكن تكون طفله اي واحد. كنحمل المسؤوليه هذه لوزاره الصحه هي الاولى في هذه المساله. ورغم ذلك واخا عندي التحاليل تقول لك ان انفلونزا الخنازير ما كايناش، ودوزان كذبات هذا الشيء، وتنقول لهم انا اللي قال هذا الشيء ما كاينش عندي الدليل الوثائق، عندي الورقه ديال دي كوبي اللي هما عطاهم ليا، اللي الناس اللي كينكروا هما عطوني كوبي ديال كوبي ديال ديال اللابو اللي فيه ان اش ان ان اه ديتكتابل كاين. الدواء اللي ما كاينش، الدواء اللي ما كاينش، مشينا للشيخ خليفه ياك، وعطاونا في الرابور كوتيا على اساس كيعطيو واحد الدواء، الدواء اللي هو اهم ما كاين في ذوك الدوايات كاملين، وهو سميتو عماد طامفلي. طامفلي هذا طامفلي هو اهم دواء تيكون باش انه كيقتل داك الفيروس تاع اش ان ان ان. عطونا في الرابور انه كيتعطى بكثره، انه ما هو قوي وخصو يكون ضروري ومهم، كيتعطى شاك دوزور كل ساعتين خصو يتعطى داك الدواء. ورغم ذلك قالوا لنا كنعطيوه وما كيتعطاش. حتى داز تقريبا واحد دو جوغ، دازت واحد دو جوغ عاد تكشفنا انه سولنا وقال لك غيبتور غيبتور، صافي دير انه مقطوع ما كاينش. وليش كاتبوا مي ما كاينش؟ خلينا حنا نمشيو نجيبوه، حنا نجيبوه بالطرق ديالنا حنايا، قلنا هاد الدواء راه خصكم هو ما كاينش، حنا غنجيبوه. ديك الساعه حنا كنتحملوا مسؤوليتنا، ومن بقاو كيقولوا لنا لا راه كنعطيوها وهم ما كيعطيوهاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.